حاسب اتحجبتي؟ عمرك ما قلتي انك بتفكري في الحجاب. سامحيني يا هن، سامحيني. انا عارف انت تعبتي قد ايه بره، بس والله كنت جاي لك انت وابراهيم. ابراهيم فين؟ نفسي اشوف قوي. ابراهيم كويس صح؟ ما تعيطيش، ما تعيطيش. حقك عليا، انا عارف انك المفروض تزعلي من كل حاجه قلتها لك، بس والله كان غصب عني. انا ما كنتش اعرف ان في قضيه، والله ما كنت اعرف. حاسم انا هخرج خلاص، هخرج ان شاء الله. بكره هروح النيابه وحمل المعارضه، وهو هيسدد تمن الشيك. هبيع العربيه، هسدد تمن الشيك، مش هيحصل حاجه، هعوضك عن كل حاجه. المهم انك رجعتي لي بالسلامه. مش هحصل لي من غيرك حاسم. انا اتجوزت حد تاني. حد تاني ازاي؟ انت مراتي. رد عليا. في ايه؟ ما نوطي صوتنا شويه. انت طلقتني وعملت محضر. محضر ايه؟ ما انا كلمتك، كلمتك عشان نتصالح وارجعك. لا بس العده كانت خلاص. عده ايه؟ لسه ما عداش الثلاث شهور. هتهدى يابا شويه. لا كان عدوا بعد الولادة، تنقذي بالولادة. ولادة ايه؟ مين اللي فاهمك الكلام ده؟ انت مراتي وانا ربيتك. ده شرع ربنا. شرع مين؟ وحتى لو خلصت انت لما صدقتي يا فجرة. لا لا والله العظيم يا ابني ابعد ايدك. والله ما في حاجة حصلت، احنا كتبنا الكتاب بس. بس مين الوسخ اللي عمل كده؟ امين حسن. اه هو مؤنس صح؟ اشتركي في حصة. لا بصي كده واشتركي في حصة. يا حسن سيبني معاك، سيبني معاك. ما تكلم يا ابني، انت اتحملت خروجتنا يا مدام. هو الكلب ده صح؟ اوه خد على التحشيره، جر المصحف ده وديكه في داهيه. جر معايا. هخلصك دي من جوازك دي. حرام عليك. هخلصك والمصرف وهجيبكوا، هجيب تحت رجلي زي زمان. يا واطي يا بنت الكلب. هتهدى بقى بدل ما تجيب لنفسك الاذيه. هقتلك يا انا، هاتلك يا نجوم. رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.